برشيت مرمرون بكندا بريد السنة رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها انه عيدكم بعيد الميلاد. بتمنى علينا بهالوقت اللي عم نعيشه وقت الكورونا كل واحد منا قاعد بالبيت انه نفكر بنقطتين بيكونوا موضوع تأملنا. الموضوع الاول هو مع الكورونا اللي غيرت لنا حياتنا، غيرت لنا ظروفنا، وين صاروا اولوياتنا؟ كيف حطينا سلم الأولويات اللي على أساسهم عم نرجع نبني حياتنا ووجودنا بالمجتمع والناس اللي حوالينا. النقطة الثانية اللي بتمنى علينا أنه نتأمل فيها هي مثل ما بتعرفوا سنة البابا فرانسيس حط هالسنة تحت شفاعة القديس يوسف بي العيلة. منشوف بهالحركة هيدي نقطتين أساسيتين، أولاً إعادة تأكيد على محبة الله الآب لإلنا، هالفعل الحب إنه أرسل ابنه حتى يرفعنا من إنسانيتنا إلى ألوهيته ويعطينا الخلاص، والنقطة الثانية هو التركيز على العيلة. بتمنى بهالوقت المقدس، وقت الميلاد، وقت الفرح، وقت الرجاء، وقت قبول الله بيناتنا، إنه نرجع كبي وأم وأولاد بالعيلة، حتى لو كانوا كبروا، لو كانوا تزوجوا، لو كان صار عندهم عيال كمان، إنه يكون في أوقات عم بتحطوها حتى تفكروا سوا بأولويات العيلة، بأهمية العيلة، بسلم القيم اللي عيالنا بتحبوا إنه تربى عليها، مثل ما كل واحد منا تعلم بعائلته سلم القيم، المحبة، الانتباه على الآخر، الصفح عنه، مساعدته إذا كان بوقت صعب، الاهتمام حتى يقدر ينجح بالمجتمع، التعليم اللي هو أساسي، وأيضا النظر إلى المستقبل حتى وجودنا هون بكندا كجماعة مقدسة وكعائلة روحية وكمجتمع موجودين فيه نحن انطلاقا من الأيام اللي عم نعيشها، كن فعلا عم نترك مكان وعم نترك أثر في المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه. بتمنى لكم عيد ميلاد حلو رغم كل الظروف، وإن شاء الله هالسنة الجاية 2021 بتكون أفضل كتير من السنة اللي مرقت. ميلاد مجيد وعام سعيد.